في سماء إمارة دبي. غلوريا دي كامبو القادم من البرازيل شارك في سنغافورة وتألق وانتزع بطولة كأس سنغافورة هذا المهر. شوف الجماهير، أكثر من 75 ألف متفرج يحتشدون في ميدان. شوف هذه أمامنا الآن ليدرز ديزاير، نتابع الآن غلوريا دي كامبو. شوف هذا باللون الأخضر جيو بونتي، ثم يأتينا ليدرز ديزاير مستر فروك، وتترقب الجماهير وتترقب الآن العيون العالمية. ينطلق الآن سيداتي آنساتي سادتي أغنى سباقات الخيل في العالم وأقوها في افتتاح مضمار ميدان العالمي الشهير كأس دبي العالمي 2010 بانطلاقة 14 مول من دولة الإمارات العربية المتحدة، اليابان، أمريكا، البرازيل، السعودية، فرنسا، جنوب أفريقيا، وانطلاقة ولا أروع. والصدارة الآن تذهب إلى المرشح الأول البرازيلي غلوريا دي كامبو ذو السنوات الست، إنما مستر بروك شوف اللي في المركز الثالث بحذر شديد، أحمد الجتبي في موقع رائع في أول ظهور له في كأس دبي العالمي، يأتي مع ماستري ليغودال في الإمارات. إنما شوف أمور دي بابري القادم من المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، ريتشارد كيلز في المركز 13، حذر وترقب شديد، ريتز ديزاير يحاول التقدم، إنما أكثر السباق الآن خطورة وحذر بين المهور 14 المشاركة، لا زالت البرازيل تتصدر، إنما الإماراتي شوف الإماراتي أحمد الجتبي الحقيقة حتى الآن يعمل مشوار رائع جدا ويذهب بالمركز الخامس، يقترب المستر بروك، مستر بروك يقترب، إنما توايز أوفر لخالد عبد الله يأتي بشكل جميل ويبدأ الآن كأس دبي العالمي في الإثارة، لا زالت الصدارة كما هي. شوف أحمد الجتبي، شوف أحمد يحاول الخروج من المأزق، شوف أحمد يأتي والصدارة برازيلية، مستر بروك يتقدم، جودالفل في المركز الثالث، توايز أوفر يأتي ويذهب المرشح للصدارة، المرشح غلوريا دو كامبو البرازيلي، وأحمد الجتبي قد يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، يحاول، إنما شوف المفاجأة، دخول ثنائي قوي جدا، دخول ولا أروع، غلوريا دي كامبو مع إلي بار وليدرز دايزاير. غلوريا دي كامبو البرازيلي المرشح الأول مع ليدرز ديزاير الإماراتي، بس ولا أروع، ظهور ولا أقوى. شوف أحمد الجتبي حاول الخروج من المأزق وأتى بشكل رائع جدا خلف غلوريا دي كامبو، إنما ليدرز ديزاير حاول، شوف ذو اللون الأصفر، شوف أحمد ذو اللون الأزرق وذو القبعة الصفراء البرازيلي غلوريا دي كامبو هو اللي شوف 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 خطوة بخطوة ودخول دخول ثنائي وليس بثلاثي، ثنائي. على نفس خط السرعة. يبدو الأقرب رقم 7 فعلا. لاحظي هو اعلنت النتيجة، والله صعبة صعبة، يعني ثلاثتهم يعني الثلاثة You see him there early in the morning. Was a really helpful man to talk to as well. Been congratulated by His Highness Sheikh Mohammed and His Highness Sheikh Hamdan there as well.